ما كان خلال الأيام الماضية تسريبات صحفية أصبح اليوم تصريحات رسمية مع حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام كتلته النيابية في البرلمان التركي عن تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. تطرق أردوغان خلال حديثه عن هذه القضية لعدد من النقاط، منها أن خاشقجي قتل في جريمة خطط لها قبل تنفيذها، وأن الجريمة ومع أنها حدثت داخل القنصلية السعودية إلا أنها وقعت على الأراضي التركية. وأكد أردوغان أن بلاده لن تقبل أن يفكر أحد في التستر على هذه الجريمة بحجة الحصانة الدولية، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية لن يقنع الأتراك ولا الرأي العام العالمي. كما طالب أردوغان السعودية في كلمته بضرورة الكشف عن مكان جثة خاشقجي ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة أمام المحاكم التركية. قامت الإدارة السعودية بخطوة مهمة باعترافها بالجريمة، وما ننتظره منهم الآن هو كشف جميع من تورطوا فيها من أسفل السلم إلى أعلاه ومحاسبتهم وفق القانون. من المهم جدا أن يتم تنفيذ استجواب هام بهذا الشكل من قبل لجنة محايدة بالمعنى الحقيقي ولا يشتبه في ارتباطاتها. وبما أنها جريمة سياسية فمن المهم أن يتم استجواب المتورطين الآخرين في الجريمة من الدول الأخرى إن كان هناك متورطون من هذا النوع. زعيم حزب الحركة القومية وخلال كلمة له أيضا أمام نواب حزبه كان أكثر مباشرة في توجيه الاتهامات في هذه الجريمة. قتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية، وإلى الآن لم يعرف أين وضعوا جثته أو من قتله وأمر بذلك، ولكن كل الأدلة تشير إلى ولي العهد السعودي. ستظهر التحقيقات بلا شك كل شيء. أما زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض فقد وجه انتقادات للحكومة متهما إياها بالتساهل. قدم فريق من السعودية لتركيا لقتل جمال خاشقجي، والكل يتفق على مسألة أنه قتل، وما الذي حدث بعدها؟ جميع القتلة يغادرون تركيا بكل أريحية أمام أعين الحكومة التركية. تزامنت كلمة الرئيس التركي عن قضية خاشقجي مع إفاد البيت الأبيض رئيسة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل إلى تركيا في الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى ردود الفعل الأمريكية والدولية على تصريحات أردوغان بشأن مقتل خاشقجي. المعتز بالله حسن، الجزيرة، أنقرة.